الاهلاويه اليوم يمكن الكل هنا سعيد، لاعبين، جهاز فني، اداريين، كل سعيد. نجم من نجوم النادي الاهلي، الخبره، يعني عنقود المهارات، لما بتشوفوا الملعب بنطمئن. كابتن غنام، والنبي نأجل الموضوع ده لبكره والله العظيم. انا جاي اشقط الاهلي والله العظيم. يعني احنا يعتبر النهارده ما حصلش، احنا لسه هنلعب بكره، فان شاء الله باذن الله. انا قلت له انا عشان خاطر والله العظيم، هي دي الخبره يا كابتن، والله العظيم مش خبره، انت عندك بكره بس، انت لسه ما كسبتش، انت هتحتفل وانت ما كسبتش. فاحنا بكره ان شاء الله باذن الله عندنا ماتشين، ربنا كريم، ربنا يكرم ونقدر نكسب ماتش بعد كده اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. احنا معاك جماهير الاهلي منتظره منكم بكره باذن الله، باذن الله، باذن الله، اللقب الرابع باذن الله يا رب. والله يا جماعه احنا ما بنعملش كل ده الا عشان الجماهير. يعني احنا نفسنا ان تبقى الجماهير موجوده، ونفسنا نرجع زي زمان. احنا بس نقول لهم خليكم ورانا دايما، يا ريت يا جماعه خليكم ورانا. لو اي حد بيخش يتفرج على جماهير الاتحاد بتعمل ايه مع ناديها، سيبك من جماهير انديه معينه، في جماهير بتخش هي بتدي طاقه ايجابيه للعيبه، حتى لو هم وحشين. يا جماعه احنا ناس، احنا عندنا ناس، بعض الناس انت بتخش كل شغلتك ان انت تقطع في الناس، في اللعيبه وفي المدرب. يا جماعه مش مكسب، يعني احنا نفسنا اقف ورانا، شوفوا جربوا مره، وجرب مره ما تقف ورا لعيبتك سنه كامله من غير ما تديهم غير طاقه ايجابيه، شوف ايه اللي هيحصل. يمكن يبقى العيب عندك مش عندي. انا مش هعترض واقول ان انا ممكن اكون، انا برضو ممكن ابقى مقصر، وده طبيعي، اي حد ممكن يكون مقصر، بس يبقى غصب عننا. احنا ضغط ماتشات غير طبيعي، احنا اسبوعين يا جماعه مسافرين، عندنا افريقيا دور 16 وراجعين نكمل دوري، وبعدين دور 8 في افريقيا لو ربنا كرم. فاحنا مضغوطين، وفي ماتش كاس لسه كمان كام يوم. فلازم الناس تقدر اللي قاعد غير اللي بيلعب، اللي ايده في المايه زي اللي ايده في النار بيقولوا. فاتمنى انا الجماهير على راسي من فوق، اي حد يبقى زعلان مننا، احنا بنحاول نبذل كل اللي عندنا، جميع كل الصفحات وكل الناس وكل، احنا بنقول لكم متشكرين، هاجمتونا ما هاجمتوناش، بس احنا بنحاول نثبت في الملعب عشان خاطر النادي الاهلي اولا، وعشان خاطر النادي جماهير سنين، وعشان خاطرنا ثالثا. فاتمنى منكم ان انتم تساعدونا، ويا رب بكره نحتفل باذن الله. اوعى كلمتين بتوعك، باذن الله بكره نحتفل باذن الله. مستمرين كابتن خالد مع لقاءاتنا مع نجوم النادي الاهلي، اللي باذن الله بكره يفرحونا، باذن الله بكره باذن الله يفرحونا، لان جماهير الاهلي